اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اغفر لفقيدنا، اللهم اغفر لفقيدنا، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، اللهم أكرم نزوله ووسع مدخله واسقه بالماء الثلج والبرد ونقيه يا ربنا من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم وسع قبره، اللهم اجعل قبره على امتداد بصره، اللهم اجعل قبره روضه من رياض الجنه، اللهم اجعل الارض عن جنازاته، اللهم ثبته في القول الثابت في برزخه والاخره، اللهم ادله دارا خيرا من داره، واهلا خيرا من اهله، وزوجا خيرا من زوجه، وعشيرة خيرا من عشيرته، واغفر له وللمسلمين اجمعين. اللهم اجعله في سجن مخضود، وطلح ممدود، وظل ممدود، وماء مسكوب، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، وفرش مرفوعة، إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا، غربا أترابا لأصحاب اليمين، اللهم اجعله من أصحاب اليمين، اللهم اجعله من الصادقين، اللهم ألحقنا به صالحين آمنين مطمئنين غير خزايا ولا مفتونين، اللهم ألحقه بأمي وبجميع موتى المسلمين آمنا مطمئنا يا رب العالمين. اغفر لهم وارحمهم وتجاوز عن سيئاتهم، ولا تحرمنا يا رب أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واجمعنا بهم في مستقر رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا كنا نعلم عنه طيبة القلب وهذا ما نعلمه، فاغفر له ما لا نعلمه. اللهم إنا كنا نعلم عنه حب الخير وفعله وهذا ما نعلمه، فاغفر له ما لا نعلمه. اللهم إنا كنا نعلم عنه حب القرآن وهذا ما نعلمه، فاغفر له ما لا نعلمه. اللهم إنا لا نرى منه إلا الخير يا رب العالمين، وهذا ما شهدناه وما عهدناه عليه يا أرحم الراحمين، فاجعله شافعا له يوم القيامة يا أرحم الراحمين. اللهم احشره مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين.